شاء الله الجبال هنا اسمع جبل شامخ كبير. الوديان هذه على طبيعتها أشجارها ونباتها، ممنوع الاحتطاب، ممنوع تخريب البيئة. يعني احتطب شب نارك ومش، لا تحتطب ولا تأخذ ولا تكسر العود ولا تقطع العود، ممنوع. تعرف ممنوع، شوف كل شيء على طبيعته، الأشجار على طبيعتها والنبت على طبيعته، كل شيء على طبيعته. هذه السلطات العمانية حقيقة تشكر على هالبادرة الجميلة هذه، من نحافظ على البيئة. هذا سيح المعاشي، طبعا سيح المعاشي اللي هي قبيلة المخاريب، سيح المعاشي إن شاء الله بنحاول نمره، نمر المجلس من العامل. طبعا المجلس افتتح في قبل كم سنة، شفنا مقاطع وشفنا احتفالات. نجد المحاريم، هذا نجد المحاريم، نجد المصلى، قبال المحاريم موجودين هنا. إن شاء الله سيح المعاشي قدامنا المرة.
حياكم الله مشاهدينا. طبعا اقف وياكم امام مجلس المخاريم في دولة عمان في سيح المعاشي. طبعا هذا مجلس المخاريم اللي شفنا افتتاحه وشفنا مقاطعه وشفنا قصايدهم وشفنا جامعتهم وشفنا زيارة المسؤول البوسعيدي لهم في افتتاح حفلهم. فاحنا طبعا وقفنا امام هالمجلس العامر وبنحاول ان نتواصل مع احد من المخاريم اللي في سيح المعاشي او نمره ويعطينا معلومات عنه. طبعا المجلس في سيح المعاشي، وسيح المعاشي مثل ما تشوفون جبال شاهقة ووديان وشيء يفتح النفس. هذا سيح المعاشي في دولة عمان بعد نزوة، قبل نزوة، غرب من نزوة او شمال من نزوة. هذا مجلس المخاريم. تمنيت انا والله فيه اليوم حد في المجلس، لكن قالوا هذا المجلس للمناسبات فقط، للمناسبات يجتمعون فيه. طبعا هذا تاريخ الافتتاح. تاريخ الافتتاح الرجل هذا أكرمنا الله يكرمه. هذا من المخارج ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يكرمه. الاسم سليم الفخذ القريبة مخارج. والقبيلة الكبيرة هي المخارج. احنا شفنا افتتاح المجلس ما شاء الله. المجلس هذا متى يقسون؟ جات نفس الزمان العزاء يعني. توفى عزاء لمدة ثلاثة أيام مقام في عزاء يعني. ما شاء الله تبارك. ويقام جميع القبائل يسلم على الناس. وها الرجال اللي بعد من المخاريم عطني الاسم الله يحفظك. طبعا عندنا قبيلة المخاريم شافوا افتتاح وقالوا هذا من ربعنا. ونعم. اي والله. نعم. نسمع بهم في السعودية. المهم. نبغى نحد صوبهم. والله مرحبا ومسهلا. والله مرحبا ومسهلا. وهم بني عمي ترى قريب مني. حتى لو من هين يقول واحد خلاص. ايه. يعتز بقبيلته. صحيح. والله شافوا افتتاحكم. شافوا الحفل. شوف المجلس داخل. بندخل ما هنا. ايه. هو مسير هنا. نصبر لك. ابشر. هناك داخل. يلا نروح. لا ما نجلس هني. نعم. احسنت بيض الله وجهك. جيب عيالك وجلس. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا مجلس المخاريم في سيح المعاشي في عمان. ما شاء الله تبارك الله. الله يمسيكم بالخير. انا ودي تتحدثوا لي عن المجلس وعن قبيلة المخاريم. طبعا قبيلة المخاريم السعودية يوم شافوا افتتاحكم وشافوا المجلس فاحتفلوا هناك وحملوني رسالة قالوا اذا جيت عمان لا تروح الا جاي المخاريم وسلم عليهم. شايف معانا اي نتشرف اي واحد من السعودية بنقل مجلس الجميع ونتشرف سواء نعم. ان جماعتكم يسلم عليكم من في عمان. واحنا الحمد لله هذا شيء يسرنا ويفرحنا. احسنت تفضل. المخاريم هنا ولا هناك؟ احنا كلنا مخاريم او سعوديين في نعم. اي مكان ان شاء الله يعني التواصل موجود مع الجميع. جزاكم الله الف خير. تسلم. بارك الله فيكم. مبارك. تسلم. كم عدد قبيلة المخاريم هنا؟ والله عدد احنا بالالاف. واجد. واجد. طبعا هالبداوه وهالحلال وهال كلهم يعني حتى خلف الجبل مخاريم. ايه هجر. ايه يعني الله يحفظ لنا ديننا ويحفظ لنا حكامنا ويحفظ لنا امننا يا رب العالمين. الله يحفظنا للجميع ان شاء الله. اللي بيضيف شيء اللي بيضيف شيء تفضل. الله يعطيك العافيه والف عافيه على التشريف اللي وصلت معنا الى البلاد والى مجلسنا مجلس المخاريم.
وندعو بكل الخير لزملائنا وأخوانا الموجودين في السعودية بكل خير إن شاء الله. نعم. وتشريف اليوم تشريف وأكبر تشريف أنك وصلت معنا. تسلم. جزاك الله الخير. تسلم. تضيف شيء أبو؟ لا جزاك الله خير. تضيف شيء سليم؟ صحيح. بالترحيب وهذا والاحترام والتقدير منك وصولك اليوم لنا هنا جميعا يعني، وكذلك من المخاريم في المملكة العربية السعودية. اي وش بتقول للمخاريم؟ اي وش بتقول للمخاريم في المملكة؟ المخاريم والله نقدم الشكر والتقدير والاحترام دائما. نعم. لما عرفناهم ان موجودين في المكان هذا في المملكة العربية السعودية، ولهم الشكر والتقدير والتواصل ان شاء الله دائما بيكون متواصل معنا في كل وقت وفي كل حين بدون انقطاع يعني ان شاء الله يعني. تسلموا. متواصلين لما عرفنا الارقام التليفونات وانت قضيت ارقام تليفونات. نعم. بيكون ان شاء الله متواصلين دائما. وحنا في الوقت حنا تسلم حنا والمخاريم طبعا قبيلة واحدة، وفي وادي الدواسر أي واحد منكم يروح للحج يمرنا في وادي الدواسر ومرحبا ومسهلا بالجميع. في كل مكان، في كل مكان إن شاء الله شعب العمانة وشعب السعودية ودول الخليج كلنا شعب واحد وتلاحم نحن واحدة. الحمد لله. دائما إحنا في كل وقت وفي كل حين إن شاء الله. شكرا الله. الله يوفق حكامنا إن شاء الله على الخير واليم والبركة. آمين يا رب. جزاهم الله ألف خير. شكرا لك. الله يبارك. وندعو للملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان بكل الخير، وان شاء الله تكون السعوديه في اعز في اعز دول الخليج يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين. الله يسمع منك. نحن واحده ان شاء الله، احنا كلنا نحن واحده سواء في السعوديه سواء في عمان سواء في الامارات سواء في اي دوله من دول الخليج، احنا كنا في دول مجلس التحرير ما شاء الله واحد صحيح. على الاقل واحد ان شاء الله. بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. قادتنا الجميع ان شاء الله. امين. الله يوفقهم الجميع. امين. شكرا لكم. ان شاء الله في كل وقت وفي كل حين ان شاء الله تعالى. شكرا للجميع. شكرا لكم.